السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا كما كتلاحظوا البوابه ديال اليس، المنصه ديال اليس للتعليم عن بعد. دونك العنوان ديالها school.socialize.com او school.alice.azure.ma. دونك هنا كندخلوا، دونك كنلقاو مجموعه ديال لي كور هنا ديسپونيبل، دونك مجموعه ديال الدروس كاينين هنا، مجموعه ديال يعني لي نيفو كتلقى هنا مثلا العربيك ديال السيزيام، كتلقى هنا الفرونسي ديال تي سي اس اف دو ترون كومان سيكسيون فرونسي الى اخره. دونك بالنسبه للتسجيل او الدخول كنديرو كونيكسيون هنايا كما كتلاحظوا. يمكن لينا نديرو واحد الكونت بشكل عادي، اللي عنده الكونت كيدير مود باس ديالو لهنا. وهنا كاين واحد الاضافه، هو انه يمكن لينا ندخل مجموعه ديال التقنيات، مجموعه ديال الامور. هو يمكن لي ندخل فيسبوك، كنت فيسبوك ديالي، يمكن لي ندخل جوجل، والجديد هو انني يمكن ندخل بالكود مسار مباشره، ندخل بلا ما نسجل. دونك ندخل مباشره، دونك نكليك على مسار هنايا، من بعد كيديني ديال التعليم بوايما كما كتلاحظوا، والمود باس ديالي كما كتلاحظوا هنا، وكيطلب انني ندخل مباشره للموقع، ياخذ المعلومات ديال فقط الايميل، كيتسجل في الموقع مباشرة ديال كما كتلاحظوا هنا. هنا كيعطيك هاد اللي بغيتي تشوف الفيديو، الطريقة ديال الاستعمال ديال المنصة. دونك هنا كنديرو تيرميني، دونك كما كتلاحظوا انا هنايا دخلت مباشرة بالاسم الى اخره. دونك يمكن لي نمشي نشوف البروفيل مثلا ديالي، غادي نلقى بان عندي مجموعة ديال المعلومات تما. هنا كاين لي كور اللي كاينين، دونك نقدر نسجل في الكور اللي بغيت. دونك نفتح في النافذة مثلا بريمير، ونمشي مثلا هذا كور مفتوح. دونك نقدر نمشي لكور اخر اللي هو مسدود ونسجل فيه، مثلا نديرو كاليفيون، نديرو مثلا هذا الكور هذا، ونسجل في هذا الكور اللي الاستاذة ديالو هي هذه. دونك نكليكي، وهنا درنا واحد الخاصية ديال انه تسجل مباشرة بدون كلي، بدون رمز. دونك الا بغينا نديرو بعض لي كور بالرمز مثلا باش نعرفو التام ديالنا الى اخره، كنديرو الكود، كيدخل الكود ديالو هنا، كيدير انسكري. دونك هنايا ديما كيعطيك لا فيزيت كيدي ديال الواجهه ديال الكور. وهنا واحد الميساج من الادمينستراتور، دونك مجموعه ديال هنا اللي بغى يطلب مثلا انه يكون استاذ في شي كور يقدر يطلب. الا رجعنا للطابلو دو بوغ هنايا، نلقاو لتحت بانه يمكن لي نطلب من هنا ديال ميك ريكويست، نقدر نطلب انني نكون مشرف على واحد الكور. يمكن لي نجي لهنا نشوف مثلا تو لي كور، نقدر نهبط لهنا ونطلب واحد الكور اللي ما كاينش مثلا هنا، نقدر نطلبو، كنكليكي هنا وكنصيفط يعني رساله للادمين باش يكري واحد الكور اللي ما كاينش في الموقع يعني. دونك نرجع هنا كنلاحظوا بان نقدر نسد هذا هنايا. دونك هنا مجموعه ديال المسائل اللي كاينه هنايا. دونك بالنسبه للاستاذ يقدر يحط هنايا يعني المواريد ديالو، من غادي يجي غادي يلقاه هنا مباشرة. المسألة اللي مهمة هي أنني نقدر نربط مثلا اتصال فيديو مباشر مع التلامذ. دونك أي 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 نيفو وأي مادة عندها القاعة ديالها خاصة، كتلقاوها هنا ديما في الفوق. دونك نكليكي عليها هنايا باش نفتح واحد المنصة ديال المقابلة ديال الفيديو مع المشرف ومع الأساتذة، مع الأستاذ ومع التلامذ بالاتفاق على الوقت الى اخره. دونك لاحظوا انك تفتح مباشره، لانها يعني مرتبطه يعني بهذا المود هذا. دونك هنا كيقول لي ردي تسنى، راه كاين واحد الموديراتور خصو يدخل باش يعطيك لي زاكسي في القاعه. دونك هنا خاصني ناكتيفي الكاميرا وناكتيفي الميكروفون باش يمكن نخدم. دونك ندير الو كما كتلاحظوا هنايا الكاميرا خدامه. دونك الا بغيت نحيدها كنحيدها من هنا، كنديزاكتيفيها. الا بغيت نديزاكتيفي الميكرو كنديزاكتيفيها من هنا. دونك هنايا كنتسنى المشرف، وهنا كما كتلاحظوا كاين مجموعه ديال الشط هنايا على الجنب، اللي بغى يدير الشط مثلا نقدر نحيدو هنايا. وهنا كاين مجموعه ديال لي زوتي اللي غادي يبانو للاستاذ المشرف، اللي غادي نشوفوها من بعد. والاستاذ المشرف اللي غادي يدخل غادي يلقى بانه راه عنده لي زوتي اللي ما كاينينش عند التلميذ. دونك يقدر يسد الميكرو للجميع ويفتح الميكرو لشي واحد اللي بغا، يقدر يسد الكاميرا للجميع، يقدر يدير مجموعه ديال الامور. بالنسبه اللي فيه شي ايضا كيقدر هي هو يعني لاصال ديالو من البدايه. دونك كيكليك على فيه شي هنايا، كيحاول ينظم اللي فيه شي ديالو بواحد الشكل معين. دونك كتلاحظوا بان ما يقدرش يزيد اللي فيه شي، لانه
انا دخلت كتلميذ، دونك الا دخلت كاستاذ يعطيني هذه الامكانيه هذه انني نزيد لي في شي هنايا ونزيد لي دوسي الى اخره. دونك هذه بشكل عام. دونك غادي نحاول نشوفو الان الواجهه ديال دي كونيكسيون هنايا ونشوف الواجهه اللي يقدر يدخل بها مثلا الاستاذ، نشوفو كيفاش انه يقدر يزيد لي ريسورس ديالو الماده اللي كيقري. دونك هنا غادي نحاول ندخل مره اخرى كما كتلاحظوا نقدر ندخل ولكن نمشي مباشره لهاد البلاصه هادي فين كاين شي مثلا الفرنسي ديال السيزيام يعني كمثال، غادي نتسناو انه يتشارج. دونك هنا نقدر نبدل اللغه على حسب اللغه باش بغيت الواجهه تكون كاين بعد. نقدر نفرض مثلا في واحد الكور معين نفرض تكون اللغه معينه دونك في لي بارامتر ديال الكور. دونك كما كتلاحظوا هنايا دونك نقدر نسد هذا. دونك هنا الواجهه كما قلنا. دونك الا دخلت دابا من هنا المنصة اللي قلنا اللي فيها لايف كنقدر نكليكي هنا غادي يعطيني لي دروا كلهم لانني مشرف واستاذ المادة، نتسناو تفتح. دونك هنا عندكم هذه اكتيفي باغ ديفو هاد الجهة هادي. دونك كنقسم الكور ديالي على حسب اما على حسب التواريخ اولا على حسب لي سيكونس كيفاش ما بغيت. وهنا الحاجة اللي مهمة هي انني كنزيد لي زاكتيفيتي من هنا، كتلاحظوا بان مجموعة ديال لي زاكتيفيتي نقدر نزيد هنايا اللي هما مهمين بزاف. دونك نقدر نزيدهم هنايا يمكن نجربو جميع الاكتيفيتي. والاكتيفيتي اللي كنصح بها بزاف هي اكتيفيتي ديال انتراكتيف كونتنت اللي هي H5P اللي كتعطي لي يعني مجموعه ديال لي زوتشي انتراكتيف اللي هما نقدر نخدمهم في الموقع مباشره. دكو يعني كمثال هاد الكونجوغيزون باس كومبوزي. دونك الا كليك يعني غادي تفتح لينا واحد طاس بزاف كي هنا كنلاحظوا بان كيعطيني مجموعه ديال المعلومات كادمنستراتور. هنا كيكون الجيم كنقدر نزيد مثلا الاجندا اللي كنشوف فيها شنو هما بحال دابا هنا كاين ان دوفوار دو تيتر روندو لو 24. دونك هنا ان اوتر دوفوار دو تيتر روندو افون لو 3 افون هنا. دونك كيعطيني مجموعه ديال الامور اللي خاصني نديرها في سميتو في الكالندري. دونك لاحظوا بان هنا كونجيكيزون او باسي كومبوزي جو لو فيغ بارتير. دونك لاحظوا بان هنا غادي ندير كليكي وغادي نهضر باش نحاول نسجل لو فيغ بارتير او باسي كومبوزي. دونك ندير هاد التجربة هادي جو سوي بارتي. لاحظوا بان عطاني ريبونس كوريكت ندوز هنايا لو كونجيكيزون ديال باسي كومبوزي لو فيغ رونتخي نو سوم رونتخي. دونك لاحظوا بان عطاني. دونك نحاول ندير هنايا واحد الخطا وزيد فيني. دونك لاحظوا بان عطاني خطا نقدر ندير ريكومونسي هنايا بوزافي فيني. فوالا ريبونس كوريكت وندوز. دونك هذا كمثال فقط، هناك امثله عديده ديال لي ليسون اللي هما انتراكتيف. داكور دونك مهمه بزاف هاد يعني النوع ديال التمارين اللي كاينين هنايا. دونك نقدر نرجع هنايا مره اخرى نكليكي على هاد فرونسي غادي نتسنى يتفتح دابا هنا. دونك لاحظوا بان هنا جو سوي ادمين دابا. دونك عطاني مجموعه ديال لي زوتي هنا وعطاني الامكانيه انني نرتب الفيشي ديالي هنايا. دونك نقدر نكري دي ريبيرتوار نزيد لهم دي فيشي ونحطهم باش نوجد الحصه مثلا اللي غادي تكون. دونك نقدر نزيد دي طابلو دو طابلو هنايا. نقدر ندير واحد الحاجه اللي هي مهمه هي انني نبارطاجي ليكرون. نقدر نبارطاجي ليكرون ديالي. دونك هنا الا كانت كونيكسيون ضعيفه كنقص هنايا. نقدر غير ندي ماغي لونغوجيستخوم ونسجل غير الحصه بلا ما نبارطاجي. دونك نحاول نقص هادو هنايا على حسب يعني على حسب الكونيكسيون. نقص حتى هادي شويه مثلا 5 بار سكوند. دونك هنا نقدر ندير ديماغي لونغوجيسترومون فقط نسجل غير لا سيونس ديالي. وهنا نقدر ندير بارطاجي. فاش كندير بارطاجي اما كنبارطاجي ليكرون كلها ولا كنبارطاجي واحد لواحد الويندوز ولا الا كان عندي الكروم مثلا خدام هو اللي فاتح كنبارطاجي غير واحد الطاب يعني واحد لونغلي ديال. دونك كنختار هنا الشكل اللي بغيت كندير بحال هكذا وكندير بارطاجي. فاش كندير بارطاجي دونك الناس اللي معايا يعني كيجيهم واحد البلاصه هنايا باش اكسبتيو
لو بارطاج، دونك يمكن لي ندير بارطاجي من هنا، ولكن الناس اللي كيكونوا معايا في هنا كيجيو واحد الحاجه هنايا، واحد ليكرون على فوق واحد لامان، باش يحاولوا باش يعني يقبلوا لو بارطاج، باش يشوفوا ليكرون ديالي ويشوفوا كيفاش كنخدم فيها. اذا هذا يعني بعجاله، والمنصه مفتوحه للجميع، ومجموعه ديال يعني التلاميذ راه ديجا مسجلين فيها مع مجموعه الاساتذه. اذا اللي مستعد انه يخدم يحاول يتسجل فيها. شكرا.